السلام عليكم خوتي خواتاتي العزاز الغاليين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ملي كنقول خوتي خواتاتي راه فعلا راه حنا خوت في هاد الدار هادي، لان كما كتعرفوا هادي ماشي قناة، هادي دار اللي جامعة واحد الافراد ديال العائلة اللي حنا الحمد لله خوت وخواتات، وربي لقاني مع ناس اللي هما واعيين، ناس اللي هما يعني مزيانين من جميع النواحي. يعني فرحانة 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 انكم من افراد العائلة ديال هاد القناة هادي، واكيد كنرحب بالناس اللي كينضموا لينا جداد اللي حتى هما يا كيوليو افراد من هاد العائله هادي. راه دائما مرحب بكم مادام جيتوا بالصحونيه، ومرحبا والف مرحبا. شكرا لخوتي لخواتاتي اللي دائما مساندني في هاد القناه هادي، دائما يعني غاد معايا دقه دقه في هاد القناه هادي، غيب شويه علينا حتى ان شاء الله تكبر هاد العائله هادي. ومرحبا والف مرحبا بالجميع. بالنسبه للفيديو ديال اليوم هو غتكون فيه واحد المفاجأة ديال واحد المتتبعات، يعني حنا كنا غتكون هي واحد هي اول أو هو غيكون اول فيديو من هذا النوع هذا، ونتمنى ما يكونش اخر فيديو. فنتمنى اللي عنده شي موهبة او لا عنده شي حاجة باغي يطرحها، يعني شي موهبة كما كانت باغي يبينها، ولا باغي ما يبقاش سد على راسو ويخليها غير عنده، علاش لا ما يفرجرش الموهبة ديالو ويطرحها عندنا في هاد الدار هادي. فاكيد مرحب مرحب بالمواهب ديالكم. وبالنسبه لليوم غادي تكون مفاجاه ديال واحد جوج المتتبعات اللي هما خواتات وصديقات وعزازات وغاليات من افراد هاد العائله هادي. داروا هاد المفاجاه هادي اللي بغاو يبينوا المواهب ديالهم، اللي هي صراحه غزاله وفرحتني بزاف، وقلت علاش لا ما نشاركهاش مع المتتبعين كاملين باش يزيدوا يشجعوا اي واحد عنده شي موهبه ما يخليهاش عنده ويحاول انه يشاركها مع الاخرين. فاول مفاجاه غتكون هي شعر حر للاخت بشرى موفق. بشرى موفق اللي هي اخت عزيزه وغاليه، صراحه متتبعه وفيه للقناه، كنشكرها بزاف 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 على الوقوف ديالها للجانب ديالي في هاد القناه هذه، دائما حاضره معنا. شكرا لك اختي بشرى موفق، وشكرا للمتتبعين كاملين. اكيد غنخليكم مع الاخت بشرى موفق ومع الشعر الحر، وما جوج القصائد. غنخليكم مع القصيده الاولى ونخليكم تسمعوها دابا. قام بالقوارير، وهذه اهداء الاخت خديجه وكاع الناس اللي معنا هنايا. قام بالقوارير، زجاجها شفاف حرير، تتكسر من نسمات الهدير، كيانها لؤلؤ وعبير، سناه يضيء الكون ويملأ النور، فواحة كالأثر والأقحوان والفيروز والقرنفل والياسمين، فردوس على الأرض أينما حلت وارتحلت، وجنات من دونها لن نعيش النائم العليل، فرفقا بالقوارير ودمتم بالمحبة تنعمون. وشكرا. شكرا شكرا للأخت بشرى موفق على قصيدة رفقا بالقوارير. دابا غندوزو للقصيدة الثانية، واللي هي صراحة دارت لي مفاجأة كبيرة وفرحتني بها، قصيدة اللي كتبتها لي أنا يعني خاصة لي، وقلت علاش لا، هي كتبتها لي شحال هذه صراحة، ولكن من صوتها بصوتها كيكون أحسن. فغنخليكم مع هاد القصيدة هذه، وغنقول لها ألف 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 شكر شكر ليك على هاد الهدية اللي عطيتيني واللي كتبتيها خاصة لي. شكرا لك بزاف اختي بشرى. بغيت نقرا لك حتى هذيك اللي كتبت لك، هذيك النهار هي اللي باقا عندي. يلا قراي، هذه راه كتبتها لي اختي بشرى، وكنت نتمناها هي تقراها بصوتها، لان انا لا قريتها ما غنعطيهاش حقها. لا كنتي صوتك زوين بزاف. شكرا اختي بشرى، هذه راه كانت كتبتها عليا. لؤلؤ متربعة على عرش البيان، أنيقة سلسة راقية تسلب الآذان، ياقوتة ساطعة من اللمعان، فواحة بحديثها الجذاب، أميرة في عالمها الأحمر كشقائق النعمان، نيلوفر بسحرها برونقها وعبقها الفتان، آسرت قلوبنا بكل حنان، أينما حلت وارتحلت في دروبها، في مطبخها على أريكتها تلوح عطرا ومسكا وعنبرا وأقحوان. شكرا.
وشكرا على الانصات، وكنشكرك اخت خديجه بزاف كتحي لنا هذه الفرصه هذه بالعكس، باش شكرا نعبروا على ليكم. بعدا كنشكرك على القصيده، شكرا بزاف بزاف بزاف. ديك النهار شكرتك وكنعاود نشكرك، يعني كلمات راقيه وكلمات تنحس بها لداخل، والله القسم وغنعاودها وغنعاود نسمع ليها وغنعاود نسمع ليها، لان كما قلت لك انا فضلت انك انت تقرايها، الا قريتها انا ما غنعطيهاش حقها. انت تبارك الله عليك قريتيها هي هذيك. مرة أخرى، وكلمة شكر قليلة في حقك أختي بشرى، موفق. ودابا غندوزو للمفاجأة الثانية، واللي هي من عند المتتبعة الوفية للقناة والأخت العزيزة ديالنا، واللي هي فرد من أفراد ديال هذه العائلة هذه، أختنا أسماء الجراد. هي من هوايات ديالها هي كتابة الزجل، وبغات تهدينا الكتابات ديالها، يعني واحد القصيدة احنا غادي نسمعوها، وصراحة روعة روعة روعة. هانتوما غتسمعوها وغتحكموا. يلا نخليكم مع الأخت أسماء الجراد، وشكرا لك أختي. والشكر الكبير لأخت خديجة، عفو حبيبتي. وربي يحفظكم. غادي نعاود لكم واحد شوية ديال واحد كمثال، هي شي حاجة يعني تتفقدها أو لا، نمثلها بورقة من شجرة. كتقول: طاحت ورقة كبيرة من الشجرة، كانت مغطياها من الريح والغبرة، كتر عليها الكلام والهضرة، كل شي دارها في بلاصة الكسرة، الورقة مالها فم تدوي، القات تراب ناشف في فمها يطوي، والشجرة بقات قدام الشمس تكوي، حرفها النهار والليل يضوي، الورقة في وسط التراب ارتاحت، والشجرة مولاها بضعفها باحت، هموم على غصانها بانت وساحت، الشجرة تميل فين مال الريح، قدامها غير الطفلة أو الشيح، بريحتهم غصانها بدات تطيح، حتى القوي منها والصحيح، الورقة كتبكي بلا دموع في التراب، الشجرة اللي ما مغطية بتواب، قدامها نياب السبوعة والدياب، ما لقات ليها حيلة ولا صواب، بكى الورقة ولا مداد، يكتب كل نهار أشعار جداد، وهموم الشجرة ولات رماد، غطات مياه البحر والواد، الغصان على الأرض طاحت، ودخاخنهم في السما ساحت، وريحة الورقة مسك فاحت، من الجنة الناعمة جات وراحت، الشجرة حنات لربها العالي، الحال سيحن ويرحم ويبالي، ما تسترجى من غير والي، يكون بشكارته ولا مسالي. برافو، والله لا برافو اختي، برافو عليك، برافو. شكرا شكرا اختي اسماء. واختنا اسماء كانت كريمه معنا، وزادتنا قصيده بعنوان عيون سياله، انتم غتسمعوها معنا دابا. عيون سيالة تبكي مع قلب مجروح، عيوني بكات وشكات وفاضت دموعها بكثرة الظلم اللي شافت، عيوني شافت ناس بغاتهم وحباتهم، عيوني تمنات السعادة مع أقرب الناس ملقاتها، عيوني لونها جمر كثرة ما دموعها سيالة، عيوني ما بقات قادرة تنام ولا يرتاح لها جفن، عيوني بكات على الحبيب قريب وهو بعيد، عيوني بكات على الميمة الحنينة اللي مشات بلا خاطر، عيونها تمنات لو شافت ولادها حداها ملقات، عيوني بكات على أمي اللي صرخات باش تقول لي شافت عينيها ما قدرات، عيوني حزينة تايهة في مواج الدنيا المعقرب وسخة ما صفات، عيوني قلبات على محنة أمي ملقاتها، عيوني صرخت لما طلعت روحها الحبيب وهجرات، عيوني بكات على قبر أمي اللي كل زليج فيه تتحكي على معاناتها في الحياة مع أولادها اللي ترجات فيهم الخير ملقات، عيوني بكات على أمي اللي صبحت حجرة جامدة لا من يرحم عليها تنسات، عيوني بكات على طفل جابته ليا المواج المعكرة ومشات، عيوني بكات على والديه حيين وتخلاو عليه، عيوني خايفة تبكي بالدم لما يعرف أن هاد العيون ماشي عيون والديه، عيوني عشقت الليل بكثرة ما نهارها ظلام، عيوني رغم لونها محبوبة وتمنيت تلقى اللي حبها، وشكرا لكم. يا سلام، روعة 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 روعة، والله يعني إحساس إحساس. وخا الإنسان ما يكونش عنده نهائيا الإحساس، منين يسمع هذه الكلمات هادو شي حاجة غتحرك فيه.
شكرا 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 لخواتاتي والمساندين من بين الناس المساندين لهذه القناة، اختي بشرى موفق واختي اسماء الكراد، شكرا لكم بزاف بزاف. شكرا على الهدية وعلى المفاجأة اللي عطيتونا في هذه القناة هذه. احنا مازالين غنكونوا طماعين واحد شوية وغنزيدوا نطلبوا منكم كتر وكتر من بحال هاد القصائد هادو، يعني تحاولوا انكم تديروا كتابات اخرين وتزيدوا تفرحونا بهم ونسمعوهم معكم في هاد القناة هادي. فكلمة شكر قليلة في حقكم، والله لا قليلة في حقكم على هاد الهدية هادي. انا هاد الهدية هادي كبيرة عندي والله القسم، شي حاجة كبيرة عندي، وشكرا مرة اخرى. وكنتمنى ان الاخت بشرى موفق والاخت اسماء الكراد يكونوا فتحوا واحد الباب للمواهب وحدين اخرين اللي كيكونوا معنا في القناه، او مواهب اخرين اللي ما كاينينش معنا في القناه غير غيسمعوا هذا الفيديو. فمرحبا والف مرحبا بالمواهب ديالكم، حتى نتوما علاش غتبقاو سادين على المواهب ديالكم؟ ضروري خصكم تخرجوها للعلن والناس الاخرين حتى هما يستافدوا منها ويشجعوكم، علاش لا، باش تزيدوا في الموهبه ديالكم. يعني المواهب راه شي حاجه اللي هي زوينه صراحه، اللي عنده شي موهبه وقدر يسقلها راه شي حاجه اللي هي مهمه مهمه بزاف بزاف. شكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم لهذا الفيديو هذا، وما تنسوناش من اللايكات والتعاليق، وخصوصا التعاليق 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 باش تشجعونا هاد المواهب هادو. يعني نتمنى وتخليو لنا ليهم شي تعاليق اللي يزيدوا يشجعوهم باش يعطونا اكثر واكثر واكثر. يلا شكرا لكم بزاف بزاف عزاز وغاليين، خوتي وخواتاتي، حتى الفيديو المجي، باي باي عليكم، بسلامه.